السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد إبراهيم وفيديو المراجعة الأسبوعية لمتابعة تحركات سوق الأسهم السعودي للفترة من يوم 22 وحتى 25 يناير 2024. وزي ما تعودنا في مراجعتنا الأسبوعية بنتكلم على قراءة سلوك تحركات سوق الأسهم السعودي ونشوف أهم فرص التداول، وطبعا بنعتمد في تحليلنا على قراءة سلوك الأسعار بالسمارت ماني كونسبت أو مفاهيم ICT. في البداية زي ما تعودنا خلينا نتكلم على المؤشر العام للسوق السعودي تاسي، ونمشي مع بعض بتسلسل أطر الزمنية، وهنشوف سلوك الأسعار على أعلى إطار زمني، هنشوف تداولات الأسعار على الفريم الأسبوعي. مبدئيا كان عندنا تداولات الأسعار في الاتجاه الصاعد خلال الفترة الماضية مع إعادة الاختبار لمستويات الأوردر بلوك الشرائي عند 10430، وده اللي أكدنا عليه قبل بداية الموجة الصاعدة الأخيرة. وطبعا أسعار استجابت لهذه المستويات وابتدينا نتحرك مع السعر لمستهدفاتنا، وكان المستهدف الأساسي استهداف قمة مستويات 11900 أو مستويات الباي سايد ليكويدتي وسحب السيولة الموجودة أعلى هذه القمة. طبعا كنا متوقعين استكمال اتجاه الصاعد لمستويات الأوردر بلوك البيعي تحديدا عند مستويات 12450. من هذه المستويات وارد جدا نبدأ نشوف تحركات تصحيحية مرة تانية، أما طبعا في حالة كسر هذه المستويات هنشوف قمة ال 12720. لكن مبدئيا خلينا نشوف إن الإغلاق الأسبوعي، ملاحظين إن في إغلاق أسبوعين على التوالي إغلاقات سلبية، فبالتالي لازم نكون حذرين جدا. عندنا موجة تصحيحية الأسعار هتعيد فيها اختبار مستويات شرائية جديدة قبل استكمال اتجاه الصاعد. مبدئيا عندنا اختراق مستويات البريكر الأخير عند مستويات ال 11800، والمتداخلة طبعا مع مستويات فير فاليو جاب، ودي من المستويات السعرية المهمة جدا اللي ممكن نعتمد عليها في انتظار سلوك سعري ايجابي للدخول في عمليات شرائية. فبالتالي في حالة هبوط الأسعار لهذه المستويات وظهور إشارات إيجابية هتكون فرصة للصعود مرة تانية لاستهداف مستويات ال 12450. خلينا كمان نشوف سلوك الأسعار على الإطار الزمني اليومي، وهنشوف إن أهم المستويات السعرية مبدئيا الإغلاق السلبي بالشكل ده تحديدا عند قمة ال 11930. وارد جدا نستهدف مستويات الإيكوالوز أو تحديدا مستويات 11825 قبل استكمال الاتجاه السعر. فبالتالي حتى الآن مفيش أي ردة فعل إيجابية ممكن نعتمد عليها في السلوك الإيجابي، حتى الآن كلها إغلاقات سلبية. هنلاحظ كان عندنا طبعا مستوى أوردر بلوك بيعي اتكون معانا مرة تانية، فده كله بالنسبة لنا تسليم سعري في الاتجاه الهابط. لكن حتى الآن عندنا 11825 حتى مستوى 11660، والمتداخلة طبعا مع مستويات الشراء على الإطار الزمني الأسبوعي. وعلشان نكون دقيقين أكتر خلينا نشوف حركة الأسعار على فريم الـ4 ساعات، ونلاحظ إن طبعا بعد قمة ال 12300 ابتدينا نشوف تراجعات مرة تانية على السهم. وطبعا السلوك البيعي أو السلبي اتأكد معانا بالإغلاق تحت مستويات ال 11 أو ال 12145، وده طبعا متمثل في الجبل اللي قدامنا، وده بالنسبة لنا مستوى فوليوم امبالانس. هنلاحظ إن مع إعادة اختبار أسعار لهذه المستويات حافظنا عليها، وبالتالي ابتدينا نشوف التراجعات وكوننا كمان أوردر بلوك بيعي. كل ده بالنسبة لنا تركيبة هابطة. المستهدفات مبدئيا زي ما قلنا استهداف 11820، ثم طبعا ده النطاق السعري بالنسبة لنا اللي ممكن نعتمد عليه في بناء تمركزات شرائية قبل استكمال اتجاه الصعد. لكن نقطة مهمة جدا لازم نكون حذرين، حتى الآن الموجة الهابطة والتصحيحية الأخيرة لم تنتهي بعد. أفضل مستويات الشراء 11820 حتى مستويات 11660، وبرغم ده لازم ننتظر سلوك إيجابي، ومع تأكيد السلوك الإيجابي هنبدأ نحدث التحليل. خلينا نشوف سلوك الأسعار على بعض الأسهم، ونبتدي بسهم زيب على الإطار الزمني اليومي. طبعا كان عندنا فرصة الشراء الأخيرة اللي أكدنا عليها ببناء تمركزات شرائية من مستويات ال 62 ريال فاصلة 60 هللة، مع الحفاظ على وقف خسارة أسفل مستويات 60.90. كمستهدفات إن شاء الله عندنا ال 66 ريال فاصلة 70 هللة هيكون تارجت أول أو استهداف القمة الأخيرة اللي ابتدى منها طبعا التحركات التصحية.
ثم طبعا مستعد 68.70، والمستهدف الأخير على المدى البعيد هيكون مستعد 72.50. لكن ضروري جدا نحتفظ بتمركزاتنا الشرائية اللي حكينا عليها في الفيديو الأخير، مع الحفاظ على وقف الخسارة الأساسي عند 60.90. أما بالنسبة لتداولات سهم الربح على الإطار الزمني اليومي، طبعا آخر عمليات شرائية نوهنا عليها من مستويات 82.30، وكان مستهدفها 88.80 ريال هللة، وصعدنا من هذه المستويات تقريبا 8.5%، وحاليا ابتدينا نشوف تحركات تصحيحية مرة تانية، وابتدينا نشوف إغلاقات سلبية. ألاحظ تكوين أوردر بلوك بيعي، فده طبعا سلوك سلبي بيدعم معانا امتداد الموجة الهابطة والتصحيحية مبدئيا للقمة الأخيرة عند 82.30 قبل التفكير في أي عمليات شرائية. فبالتالي لازم نكون حذرين جدا وننتظر الوصول لأفضل مستوى شرائي بالنسبة لي حاليا ما بين 82.70 هللة حتى مستويات 81. هذه المستويات هتكون جيدة لانتظار سلوك إيجابي للدخول في الاتجاه الصاعد. الكثير أيضا على الإطار الزمني اليومي، فرصة الشراء الأخيرة اللي أكدنا عليها بداية من مستويات 2.63 ريال هللة، وكانت مستهدفها الأول 2.90 ريال هللة، وطبعا الحمد لله صعدنا للمستهدف الأول تقريبا 10.5%، وابتدينا نشوف تراجعات مرة تانية. لكن زي ما اتعودنا بنبدأ نخرج بجزء من الكمية على التارجت الأول، وبنحتفظ بالجزء الثاني مع تأمين وقف الخسارة عند مستويات 2.60 بالقرب طبعا من نقطة الدخول، وطبعا تقليل المخاطرة قدر الإمكان. حاليا مع التحركات التصحيحية حتى الآن السلوك الإيجابي بالنسبة لي مازال قائم، فقط هننتظر انتهاء الموجة التصحيحية. الموجة التصحيحية تنتهي فين تحديدا؟ شايف إن مستويات 2.70 هللة حتى مستويات 2.63، ودي مستويات الشراء الأولى، ده النطاق السعري اللي ممكن ينتهي عنده التحركات التصحيحية، ومنها ممكن نبدأ نعيد بناء تمركزات شرائية جديدة ونستهدف 2.90، ثم مستهدفنا الرئيسي مستويات 3 ريال. سأل أيضا على الإطار الزمني الساعة، حتى الآن مفيش أي جديد زي ما اتكلمنا عليه في آخر تحليل. عندنا الإغلاق أسفل مستويات 217، ده طبعا إغلاق سلبي بدعم معانا مزيد من التراجعات. زي ما احنا شايفين التحركات حتى الآن في مرحلة نطاق عرضي أو مرحلة كونسرديشن، فبالنسبة لنا أهم مستوى شرائي اللي حصل من عنده الانطلاقة، عندنا مرحلة كونسرديشن، بعدين حصل مرحلة اكسبنشن أو مرحلة توسع، حاليا احنا في مرحلة الريتريسمنت أو إعادة الاختبار لمستويات الأوردر بلوك الشرائي عند 186 فاصلة، أو مستويات 196.80. ومن هذه المستويات ممكن جدا نبدأ نبني تمركزات شرائية جديدة لمستهدفاتنا إن شاء الله. أما بالنسبة لمجموعة صفولة أيضا على اليومي، فكان عندنا أهم المستويات السعرية خلال تداولات الفترة الماضية. هنلاحظ إن قمة مستويات 43.40 ريال هللة كانت قمة مهمة جدا بعد اختراقها، ده طبعا كانت إشارة إيجابية. زي ما احنا شايفين في الموجة الصاعدة الأخيرة كانت أهم المستويات السعرية مبدئيا مستويات الميتيجيشن بلوك أو مستويات التخفيف، اللي منها بيحصل مرحلة إعادة تجميع لصانع السوق زي ما بنأكد في مفاهيم IST. فهنا حصل مرحلة إعادة تجميع، ومنها تم اختراق قمة 43.40 ريال هللة، ومنها حصل تسجيل أعلى قمة حاليا عند 47.80. حاليا بالنسبة لي مع اختراق الأسعار للقمة الأخيرة من مستويات الفير فاليو، جاي بنلاحظ إعادة اختبارها، وكانت مستويات جيدة للشراء مع اختراق هذه المستويات، وصعدنا لمستوياتنا السعرية الحالية. فبالتالي الاتجاه القادم إن شاء الله متوقعين مزيد من الصعود كمستهدفات قادمة. عندنا 49.80 ريال هللة، ثم مستويات 53 ريال، دي المستهدفات القادمة على تداولات السهم. أما بالنسبة لأهم المستويات الشرائية، فبالنسبة لي بناء عمليات الشراء ما بين مستويات 45 ريال حتى 43.40 ريال هللة، ده هيكون نطاق سعري كويس جدا للشراء. ادرس أيضا على اليومي، طبعا زي ما احنا شايفين بعد الصعود الأخير ابتدينا نشوف ماركت ستراكشر شيفت أو تغير في الاتجاه من الصعود للهبوط مرة تانية،
خصوصا بعد الإغلاق السلبي أسفل مستويات 171 ريال، وده طبعا إغلاق سلبي بيأكد معانا تصحيح عميق. لكن خلينا نأكد على نقطة مهمة جدا، الأسعار حاليا بتقترب من مستويات فير فاليو جاب على الإطار الزمني الشهري ما بين 157 ريال حتى مستويات 142 ريال. فبالتالي النطاق السعري الشرائي حاليا نطاق سعري كبير جدا، لكن خلينا نأكد على أسعار 157 ريال أو مستويات 150 أو مستويات 142. هنحدد المستويات الرئيسية للشراء وننتظر عندها السلوك الإيجابي على الفريم الأربع ساعات، ومع ظهور أول إغلاق إيجابي وقتها ممكن نعتمد المستوى الشرائي في الدخول. فبالتالي أنا متابع معاكم إن شاء الله تداولات السهم، وإن شاء الله بمجرد وصول الأسعار لهذه المستويات هنبدأ نحدث التحليل وننزله على قناة التليجرام. أما بالنسبة للإس تي سي على الإطار الزمني اليومي حتى الآن مفيش أي جديد. كان عندنا فرصة الشراء الأولى من مستويات 37.90 هللة، وكانت مستهدفاتنا استهداف مستويات الأوردر بلوك البيع، تحديدا وصلنا 9% من تداولات السهم، وأكدنا على فرصة شراء تانية مع إعادة مرحلة أو ظهور مرحلة ري أكيوميليشن أو مرحلة إعادة تجميع مرة تانية عند ال 40.95 ريال هللة، مع الحفاظ على وقف الخسارة أسفل مستويات ال 40 ريال. فبالتالي المستويات الحالية هتكون جيدة للشراء، وقف الخسارة ومستويات ال 40 ريال. أما بالنسبة كمستهدف فعندنا المستهدف القادم ال 42 ريال فاصلة 80 هللة، ثم مستويات ال 44. أما بالنسبة لسهم النادي أيضا على الإطار الزمني اليومي، حاليا الأسعار وصلت لكام المستهدفات الحمد لله اللي أكدنا عليها خلال الفترة الماضية. كانت عملية الشراء من مستويات 131 ريال، وصعدنا منها للتارجت الأول كان عند قمة 139، ثم المستهدف الرئيسي كان عند مستويات 145 ريال، وصعدنا 9%، وخرجنا بكامل عقود الشراء عند مستويات 145 ريال، ومنها طبعا ابتدينا نشوف ردة الفعل القوية وبداية تحركات تصحيحية. بالنسبة لي حاليا الأسعار بتتحرك ما بين مستويات الداعمة للأسعار عند مستويات الأوردر بلوك الشرائي تحديدا عند 138 ريال، وأيضا مستويات البيع تحديدا عند مستويات 142 ريال. فبالتالي الأفضل بالنسبة لنا حاليا انتظار التأكيد. التأكيد بالنسبة لي حتى الآن حفاظ الأسعار على الأوردر بلوك الشرائي ده يعتبر إشارة إيجابية، أي إغلاق وكسر لمستويات الأوردر بلوك الشرائي هيكون طبعا إغلاق سلبي، وارد جدا نشوف معاوضة الهبوط مرة تانية، وممكن وقتها نكون مستهدفين مستويات 128 ريال. فبالتالي لازم نكون حذرين جدا وانتظار التأكيد القوي. التأكيد الأقوى بالنسبة لي حاليا الإغلاق الإيجابي على 142 ريال، هيكون إغلاق قوي جدا وقتها ممكن نعتمد عمليات الشراء، وهيكون مستهدفاتنا القادمة قمة مستويات 149 ريال. بالنسبة لكيمانول أيضا على الإطار الزمن الأسبوعي، خلينا نشوف حركة الأسعار خلال الفترة الماضية. طبعا حركة الأسعار في تداولات هابطة واضحة جدا، الموجات التصحيحية بتكون بسيطة جدا جدا، عندنا قاع مستويات 20 ريال فاصلة 24 هللة، ده كان قاع مهم جدا بالنسبة لنا. مع الحركة الصاعدة الأخيرة كان مهم جدا نشوف إغلاق إيجابي على هذه المستويات لتأكيد الشراء، لكن زي ما احنا شايفين ما حصلش اي اغلاق اعلاها وكملنا في الهبوط مره تانية. فبالنسبه لي حاليا وارد جدا نشوف استهداف السلسله الديكوريتي او سحب السيوله مستويات 16 ريال فاصلة 82 هللة، ومن هذه المستويات ممكن انتظر السلوك السعري الشرائي للتداولات في الاتجاه الصاعد مره تانية. لكن حتى الان يرجى الحذر لحين ظهور تاكيدات قويه، سواء بوصول الأسعار لمستويات 16.82 أو حتى بالإغلاق أعلى مستويات 20 ريال فاصلة 24 هللة، وقتها تكون فرصة اكتملت معانا ومؤكدة للتداولات في الاتجاه الصاعد. أما بالنسبة لسهم البنك الأهلي على اليومي، فزي ما احنا شايفين كان عندنا أكتر من منطقة شرائية، آخرهم طبعا مستويات 36 ريال، وكانت مستهدفاتنا استهداف قمة ال 40 ريال فاصلة 85 هللة. والفعل الحمد لله صعدنا تقريبا 11%
من تداولاتنا على السهم، والأسعار كملت في الاتجاه الصاعد. حاليا لازم نكون حذرين جدا، ظهرت معانا أول إشارة للريديستريبيوشن أو إعادة التصريف مرة تانية، فبالتالي الإغلاق تحت ال 42 ريال فاصلة 90 هللة ده إغلاق سلبي، وارد جدا الأسعار تكمل الحركة الهابطة والتصحيحية حتى مستويات ال 40 ريال فاصلة 85 هللة. ومن هذه المستويات ننتظر السلوك الشرائي في والاستكمال الاتجاه الصاعد، فبالتالي لازم نكون حذرين جدا. أي عمليات شرائية يفضل انتظار الأسعار إما وصولها لل 40 ريال فاصلة 85 هللة، أو طبعا إغلاق أعلى ال 42 فاصلة 90. أما بالنسبة لسهم عناية أيضا على الإطار الزمن اليومي، كان عندنا فرصة الشراء الأخيرة اللي أكدنا عليها من ال 14 ريال فاصلة 84 هلا، والحمد لله تقريبا الأسعار صارت ليه مستويات 16.44، حققنا تقريبا 10% ومن الأسعار ابتدت تتراجع مرة تانية، وحاليا على ربح 3.5%. هنحافظ على وقف الخسارة الأساسي أسفل مستوى 13.94، وفي حالة طبعا الإغلاق أسفل ال 14.84 هنوه طبعا بالخروج، لكن حتى الآن مفيش أي تأكيد على التغير في الاتجاه، وما زلنا مكملين إن شاء الله في عمليات الشراء على تداولات السهم. شيكوا أيضا على اليومي، فعندنا على الإطار الزمني الأسبوعي تحديدا كانت الأسعار بتستهدف مستويات 15 ريال فاصلة 30 هللة خلال الفترة الماضية، ومنها حصل أول انطلاقة وصعود الأسعار وتسجيلها لقمة مستويات 19 ريال فاصلة 40 هللة. فبالتالي خلينا نأكد على أهم المستويات السعرية مبدئيا مع ردة الفعل الإيجابية وتكوين أوردر بلوك. ده بالنسبة لنا سلوك بيأكد التغير في تسليم الأسعار من الاتجاه الهابط للاتجاه الصاعد، فبالتالي ده سلوك تجميع لصانع السوق بيأكد معانا التداولات الصاعدة. فقط ننتظر الحركة التصحيحية الأخيرة تنتهي بإعادة اختبار 16 ريال فاصلة 70 هللة، ومن هذه المستويات ننتظر البرايس أكشن الإيجابي للدخول في عمليات شرائية علشان نستهدف وقتها ال 19.40 ثم مستويات ال 21 ريال فاصلة 30 هللة. أما بالنسبة للأسمنت العربية على اليومي أيضا، فكان عندنا أهم المستويات السعرية اللي هنعتمد عليها في تداولاتنا خلال الفترة القادمة. هنلاحظ إن الأسعار حتى الآن بتتداول في تركيبة هابطة، مع عاد الاختبار لمستويات البيع في كل مرة كان بيكون في ردة فعل قوية والأسعار بتهبط مرة تانية، فبالتالي الأسعار أخيرا وصلت لأهم مستوى شرائي تحديدا الـ Old Fair Value Gap أو الـ Fair Value Gap القديم، تحديدا عند ال 30 ريال فاصلة 90 هللة حتى ال 27.40. فبالتالي عندنا نطاق سعري كبير جدا على إطار الزمن الأسبوعي، وزي ما اتعودنا فقط هننتظر ردة الفعل الإيجابية من هذه المستويات، أو على الأقل الإغلاق أعلى مستويات ال 32.35 على الإطار الزمني اليومي، وقتها ندخل في عمليات شرائية مباشرة لاستهداف ال 35 ريال ثم ال 38 ريال. مدينة المعرفة أيضا على اليومي، كان عندنا فرصة الشراء تقريبا من مستويات 13 ريال فاصلة 60 هللة، وقف الخسارة تقريبا كان عند ال 13.5، وخرجنا طبعا من صفقة الشراء بعد ما حقق معانا تقريبا 5% وتراجع مرة تانية، وخرجنا على خسارة 2% على تداولات السهم. لكن كنا حذرنا ونوهنا على ضرورة الخروج أو الالتزام بوقف الخسارة، وإن شاء الله هنقتنص السهم من مستويات سعرية أفضل. المستويات الأفضل بالنسبة لي هتكون ممتدة عند ال 12.48، من هذه المستويات هنبدأ نفكر في الشراء مرة تانية على تداولات السهم. أما بالنسبة للسهم العربي على الإطار الزمني اليومي، أيضا فرصة الشراء الأخيرة اللي كنا أكدنا عليها من مستويات ال 23 ريال فاصلة 80 هللة، وكان مستهدفنا مستويات ال 25 ريال، وصعدنا تقريبا 6% للمستهدف بتاعنا. حاليا احنا بننتظر انتهاء الحركة الهابطة والتصحيحية الأخيرة اللي حصلت من قمة ال 26 ريال، لإعادة اختبار طبعا مستويات الليكويديتي فويد اللي احنا شايفينها، لكن حتى الآن ما تأكدش معانا السلوك الشرائي اللي ممكن نعتمد عليه في التداولات الصاعدة مرة تانية. أهم مستوى بالنسبة لي حاليا هو ال 25 ريال فاصلة 25 هللة، الإغلاق على الإطار الزمني اليومي،
هيأكد معايا سلوك المشتري، وقتها هستهدف مستويات ال 26.60. تكافل الربح أيضا على الإطار الزمني اليومي، عندنا طبعا سلوك الأسعار الأخير متمركز عند مستوى أوردر بلوك شرائية عند ال 65 ريال فاصلة 80 هللة، لكن الأفضل بالنسبة لنا حاليا انتظار تأكيد قوي. التأكيد القوي هيكون فقط بالإغلاق أعلى ال 66 ريال فاصلة 60 هللة، وقتها يدعم معانا فرص الشراء لاستكمال الاتجاه الصاعد. هنشوف مستويات ال 70 ريال فاصلة 90 هللة كمستهدف أول، وبعدها طبعا هنشوف ال 76.90. لكن طالما الأسعار في الوضع الحالي محافظة على مستويات الشراء ولم يتم أي إغلاق إيجابي على 66 ريال فاصلة 60 هللة، مش هندخل أي عمليات شرائية. ننتظر فقط الشارت الوحيد اللي بيكتمل معانا بالإغلاق الإيجابي على هذه المستويات الدخول في عمليات شرائية. أسطر الصناعية أيضا نفس السلوك تقريبا، الأسعار بعد الاتجاه الصاعد الأخير وعلى قمة مسجلة عند ال 143 ريال، وابتدينا نشوف التراجعات المستمرة خلال تداولات الفترة الماضية على الإطار الزمني اليومي. ألاحظ إن آخر مستوى بيعي كان متمثل في مستوى الفير فاليو جاب البيعي عند مستوى 125 ريال، ولاحظ إن بمجرد الإغلاق معاد الاختبار لهذه المستويات ابتدينا نشوف تراجعات مرة تانية على تداولات السهم. بالنسبة لي حاليا أهم المستويات اللي ممكن تأكد معايا تغير في السلوك السعري من الهبوط للصعود مرة تانية، السيناريو الأول الإغلاق أعلى ال 143 أو مستويات ال 123 ريال فاصلة 40 هللة، أو الهبوط واستكمال الحركة التصحيحية استهداف ال 113 ريال فاصلة 80 هللة. من هذه المستويات ممكن نعيد بناء تمركزات شرائية جديدة على تداولات السهم. أيضا بالنسبة للمتحدة للتأمين على الأسبوعي، كان عندنا فرصة الشراء اللي أكدنا عليها من 8 ريال فاصلة 70 هللة، وصعدنا تقريبا ل 9 ريال فاصلة 35 هللة. حاليا الأسعار ابتدت تتراجع مرة تانية، لكن محافظين على مستوياتنا الشرائية الحالية والمتوقعين منها بإذن الله الحركة الصاعدة، واللي هنستهدف منها 9 ريال فاصلة 95 هللة ثم مستويات ال 11 ريال. ده بالنسبة لنا سلوك تحركات الأسعار على تداولات السهم، فبالتالي هنحافظ على وقف الخسارة زي ما أكدنا في آخر تحليل أسفل مستوى 8 ريال فاصلة 40 هللة. بالنسبة للعامل القابضة أيضا على الإطار الزمني اليومي، حاليا الأسعار حصل فيها مرحلة إعادة تجميع مرة تانية بعد اختراق الأسعار لقاع مستويات 0.95، ومنها ابتدينا نشوف تداولات صاعدة مرة تانية. عندنا مستوى 1.10، هذه المستويات هتكون جيدة لأنها متداخلة طبعا مع مستويات أوردر بلوك شرائي ممكن نعتمد عليها في بناء عمليات شرائية جديدة، مع الحفاظ على وقف خسارة أسفل مستوى 1.10. من هذه المستويات هتكون طبعا تأمين وقف الخسارة لتداولات السهم، ومستهدفاتنا بإذن الله قمة 1.24 ثم مستويات 1.31. لكن ضروري جدا نحافظ على هذه المستويات، في حالة كسر هذه المستويات يفضل الخروج من أي عمليات شرائية، لأن وقتها ممكن الحركة التصحيحية تمتد مرة تانية لمستويات الدعم عند 0.95. وبكده طبعا نكون انتهينا من فيديو مراجعتنا الأسبوعية لمتابعة تحركات سوق الأسهم السعودي. كالعادة لو في أي استفسارات أو في طلبات تحليل ممكن تصبحوا في الكومنتات تحت الفيديو، وإن شاء الله نستقبل طلبات التحليلات ونحاول نعمل فيديو تاني إن شاء الله في منتصف الأسبوع، وهنكون معاكم إن شاء الله شبه يومي من خلال اللايف اليومي خلال جلسات التداول على مدار الأسبوع. في النهاية أتمنى إن شاء الله أسبوع تداول موفق للجميع، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.